11 مساء بتوقيت العاصمة. مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين. المسؤول العسكري بشورى بنغازي يؤكد أن ما يقوم به المجلس ضد مجرم الحرب حفتر وجهاد ضد طاغية وعدو صائل. أضرار مادية في منطقة الفتائح أثر قصف طيران ميليشيات ما يعرف بعملية الكرامة. صحيفة العرب الجديد تكشف عن مطالبات أمريكية بأداء دور أوسع لمصر في ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرت مؤسسة فتح للإعلام شريطا مصورا لوسام بن حميد أمير كتيبة شهداء ليبيا الحرة والمسؤول العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي. بن حميد خلال المقطع أشار إلى أن ما يقوم به مجلس شورى بنغازي هو جهاد ضد طاغية وعدو صائل على المدينة، موضحا أنه لا شك لديهم فيما وعدهم الله به من نصر على هؤلاء الطغاة وأنهم سوف يرون هذا النصر عاجلا غير آجل، مضيفا أن ما يحدث ليس إلا تمحيصا ليميز الله به الخبيث من الطيب. السلام على رسول الله. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما يقوم بإخواننا في بنغازي هو جهاد ضد طاغية ضد عدو صائد على مدينتنا بنغازي الحبيبة. لا نشك أبدا في ما عند الله عز وجل وما وعدنا به من النصر على هؤلاء الطغاة، وبإذن الله نرى هذا النصر قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله. اللهم إنه إلا تمحيص وليميز الله الخبيث من الطيب، وليرى المجرمون ما صنعوه بأيديهم وما وليعلم أهل مدينة بنغازي والذين تواطؤوا والذين وقعوا في هذا العمل الذي للأسف سيسجله التاريخ في أسوأ السطور التي مرت بها ليبيا والمدن التي خانت هذه المدينة وخانت رجال مدينة بنغازي وكان عداؤها واضح لثورة 17 فبراير التي ظهرت على الظلم وعلى وسيعو هذا الأمر، ولكن للأسف بعد فوات الأوان. ميدانيا واصل الطيران الإماراتي غاراته الجوية على محور وصل بلاد بمدينة بنغازي. مصادر من مجلس الشورى ثوار المدينة أفادت بأن الطيران الإماراتي المساند لميليشيات الكرامة قصف الأحد منطقة وصل بلاد، مضيفة أن القصف الجوي هو الثاني منذ صباح الأحد مع استمرار الاستهداف بالمدفعية الثقيلة على وصل بلاد. هذا وشنت طائرة تابعة لميليشيات الكرامة غارة جوية استهدفت منطقتي الفتايح والظهر الحمر جنوب شرقي درنة. مصدر محلي من المدينة أضاف في تصريح لقناة التناصح أن القصف خلف أضرارا في بيوت ومزارع المواطنين، ولم يفصح المصدر عن وقوع أي إصابات بشرية حتى الآن. هذا وكان ثلاثة من عناصر السرية الأولى التابعة لميليشيات الكرامة قد أصيبوا بجروح متفاوتة في اشتباكات مع مقاتلي شورى درنة مساء السبت. إلى الجنوب، حيث جددت ميليشيات بن نايل الموالية لميليشيات الكرامة فجر الأحد استهدافها لقاعدة تمننت الجوية شمال مدينة سبها. وأكد مدير مكتب الإعلام بالقوة الثالثة محمد قليوان لقناة التناصح أن قصف القاعدة كان عبر المدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بمنشآت المطار المدني دون أن يخلف القصف إصابات بشرية. واستغرب قليوان صمت أهالي الجنوب على هذا القصف الذي أخرج المطار المدني عن الخدمة تماما، مشيرا إلى أن إعادة إعمار المطار ستستغرق وقتا طويلا وهو ما سيؤثر سلبا على أهالي الجنوب باعتباره المرفأ الوحيد بالمنطقة.
يبدو أن حفتر نسي أو تناسى حروب تشاد وكيف خرج منها أسيرا، ويبدو أن طبول الحرب التي يدقها في الجنوب سوف تصنع منه أسيرا للمرة الثانية لو تجرأ واقترب من ساحات القتال. لقد أجبرت الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة الجنوبية الأهالي على الصدع بالحق والوقوف إلى جانب الإعمار والبناء وإدانة الحروب والقصف الذي هدفه الوصول إلى السلطة والحكم بدعوى محاربة الإرهاب كما يفعل مجرم الحرب حفتر. الحقيقة يعني ما يجري في الجنوب في هذه الأيام من أعمال أشبهها يعني حقيقة بالأعمال الطفولية الصبيانية التي يقوم بها يعني بن نايل بالسفير حفتر في الجنوب عندما فشل الأسبوعين الماضيين وقبلها بشهرين من جر المنطقة إلى اقتتال داخلي أو إلى بسط عملية كرامة نبش القبور وكرامة حرق الجثث في الجنوب، حاول هذه الأيام أن يحدث أشياء مثل زوبعة. يبدو أن حفتر نسي أو تناسى حروب تشاد وكيف خرج منها أسيرا في 22 مارس 1987 بعد أن بدأ انهيار برجه العاجي بسيطرة التشاديين على مخيم جوغاني، فأصبحت الطريق مفتوحة إلى وادي الدوم، وبعدها سقط صنديد الكرامة وطائراته ومئات من الدبابات والأسلحة المدرعة أسيرا في يد حسن جاموس ومجموعة من مقاتليه في معركة عرفت بمعركة التويوتا. كان خليفة حفتر لعدم معرفته بالشؤون العسكرية والصحراء يدفع بآليات ثقيلة وساحبات عسكرية إلى الصحراء، وهو ما يثبت أنه لا يجيد فنون الحرب، في حين كانت آليات التشاديين السيارات الخفيفة والمزودة بالمدافع وبعض المدافع المجرورة بالعجلات. لقد تفوقت الخبرة على النياشين والرتب، رتب الصنديد في حربه التي كان يخفيها سيده على الشعب الليبي، والتجربة تتكرر في صحراء ليبيا وليس ببعيد عن فيا لارجو وأبشة وأوجنجا وفادا ووادي الدوم الذي أفقده كرامته. كرر التجربة في بنغازي وشرق ليبيا وأطلق العديد من العمليات التي تثير الغرابة والدهشة، فعمليات الكرامة والحتف والرصاص المصهور والضربة القاضية لا تعلق إلا في أذهان الأطفال التي شاهدوها في مسلسلات الكرتون. وأخيرا يقع به المطاف في المنطقة الجنوبية الكارهة لمغامراته وتدميره للبنيان بعقلية وأسلحة الخمسينات والستينات القائمة على التدمير الشامل. ما تزال تجربة بنغازي عالقة بأذهان الجميع، وما قصف سبها وهون وتدمير المرافق فيها إلا عينة واضحة لطبيعة ما ينتوي حفتر فعله في بقية المدن. فجاهر أهل الجنوب من غات إلى سبها إلى الجفرة وغيرها من المناطق بالحق، داعين إلى بناء البلاد وعدم تدميرها. وبالمختصر المفيد الذي تركه القذافي، أتى حفتر ليدمره ويجثم على كرسي الحكم 40 أخرى سوف توصل أبناءنا إلى ما نحن عليه الآن. فهل تنتصر عقلية البناء والوعي؟ أم سيعيد عسكر الانقلابات الكرة ليستلم الكراسي ويعيث في البلاد فسادا؟ قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغريان إن ما يصيب المؤمنين من خذلان وحرمان أو كرب وهم في البدن والنفس سببه المعاصي والظلم والتعدي على حدود الله وحرمات المسلمين. فضيلة المفتي في مقال له أضاف أن البلاء يذكر المؤمن بربه ليراجع نفسه فيرفع الله عنه المكاره، أما الغافل إذا نزل به البلاء فيقيم على المعاصي ولا يتذكر
حتى ينتحر ويهلك. أشار الشيخ الصادق إلى أن الانتحار الحقيقي وأن ينسى الناس ما هم عليه من المعاصي والظلم ويتعلق بما تولد عنها يحملونها مسؤولية ما نزل من بلاء. وأوضح المفتي أن السبب الأول لعمليات الانتحار هو الابتعاد عن الدين، وما يشاع من أسباب الحوادث الأخرى كالمخدرات ومزاولة ألعاب تحدث التخيلات قد تكون أسبابا فرعية. هذا وقال مدير إدارة الدعوة بمؤسسة التناصح الشيخ عبد الباسط غويلة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون باللين والرحمة وليس بالتشدد، معتبرا أن الطائفة المدخلية كرههم الناس بسبب تشددهم وفرضهم لشيخ واحد فقط وعدم اعترافهم بعلماء الأمة الإسلامية من المشرق إلى المغرب. وأضاف الشيخ عبد الباسط في اتصال مع قناة التناصح أن فضيلة الشيخ الصادق الغرياني ذكر بالأدلة في أكثر من حلقة ضرورة التكبير في المساجد أثناء المعارك وانتشار السحر والشعوذة، لأن المداخلة يمنعون ذلك في مدينة البيضاء ويعتبرونه بدعة، مشيرا إلى أن الطائفة المدخلية لديها اعتقاد ثابت بأنه لا يجوز مخالفة شيخهم ويعتبرون من يخالفه خارجيا وليس من أهل السلف. كما قالت العضو المقاطع بالبرلمان المنحل حنان شلوف إن ما يحدث في مدينة البيضاء من انتحارات يمكن أن يكون سببها صدمات نفسية وضغوطات اجتماعية يمرون بها. شلوف في مقال لها نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك أوضحت أن كل حالات الانتحار لا يمكن شملها في سبب واحد، إنما حدث في قنفودة يمكن أن يكون أحد الأسباب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لنبش القبور والتمثيل بالجثث خلف حالات اكتئاب مؤدية للانتحار. وأضافت شلوف أن ما يحدث في مدينة البيضاء يتم التعامل معه بشكل حساس نظرا للعادات الاجتماعية الموجودة بالمنطقة الشرقية. في شأن آخر، أصدر ما يعرف بالحاكم العسكري المعين من قبل البرلمان المنحل عبد الرازق النظوري قرارا يقضي بتكليف الضابط بالشرطة سعد محمد العكوكي عميدا لبلدية جدابية بعد إعفاء العميد السابق مبارك لبنفي من مهامه. وحسب القرار الذي يحمل اسم النظوري وتوقيعه فقد أعطيت للعميد الجديد كافة الصلاحيات المقررة قانونا للمجلس البلدي بالمدينة، ونص على أن تؤول إليه تبعية كل القطاعات الخدمية والإنتاجية في البلدية. وكلف النظوري في القرار ذاته عطية الكاسح وكيلا لديوان بلدية جدابية طالبا الجهات المختصة بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. هذا ووصل ما يسمى بأمين اللجنة الشعبية لبنغازي سابقا سعد الأصفر السبت إلى منطقة برسس شرقي بنغازي قادما من مصر بعد مغادرته البلاد بان ثورة 17 فبراير. ينحدر الأصفر الذي يعد صهرا للقذافي من قبيلة العواقير التي أقامت مأدبة غداء على شرفه بحضور عدد من الشخصيات الأمنية والاجتماعية المنحدرة من القبيلة. انتقل الأصفر إلى منطقة البيار حيث أقيم له استقبال آخر قبل أن يغادر نحو مدينة بنغازي. يشار إلى أن عددا من أزلام النظام السابق عادوا إلى عدة مدن بالشرق الليبي من انطلاق ما يعرف بالكرامة وإصدار قرار للعفو العام قبل النواب المنحل.
كشفت مصادر رسمية مصرية مقربة من اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي والتي يترأسها رئيس الأركان المصري محمود حجازي عن مطالبات أمريكية رفيعة المستوى بأداء دور أوسع وممارسة ضغوط على معسكر طبرق الذي يقوده مجرم الحرب حفتر وعقيل صالح للتعاون مع رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج. وقالت المصادر للعرب الجديد أن السراج زار القاهرة أخيرا بشكل غير معلن عقب عودة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الولايات المتحدة، موضحة أن ترامب طالب السيسي بشكل واضح بضرورة إقناع عقيل صالح وقادة معسكر الشرق الليبي بمنح الثقة لحكومة السراج في أسرع وقت وفق ما نقلته الصحيفة. جاءت كلمة السفيرة الأمريكية السابقة في ليبيا ديبورا جونز حاملة توصيفا دقيقا لحقيقة ما يجري في البلاد من حفتر المدعوم من مصر والإمارات وتحالفه مع ما يسمى تنظيم الدولة. خطاب اتصف بالمسؤولية والواقعية عما يجري على الأرض الليبية، وصفت فيه كل الأطراف على الساحة الليبية بعين المتابع القريب وليس البعيد، اشتمل على توصيف دقيق لكل طرف وماذا يفعل. هذا ما قالته السفيرة الأمريكية السابقة في ليبيا ديبورا جونز أمام مجلس الشيوخ الأمريكي. استهلت القول بأن خطأ الإدارة الأمريكية هو تجنب التدخل المباشر في ليبيا عبر التصالح بين الأطراف الليبية كافة، وليس مجرد الاكتفاء بمتابعة ما يجري من بعيد من خلال جمع كل من فائز السراج وحفتر، وعدم تركه لإيطاليا أو طرف آخر يدعم الصراع الدائر كالإمارات ومصر، أو الاكتفاء بالورقة التونسية أو الجزائرية لأنها تحمل الحل السياسي وتمنع الحرب والصراع. أما عن الخطأ الكبير الذي قام به حفتر وفق قولها، فهو وضع الجميع في سلة واحدة وهي الإرهاب والتطرف، وهذا حتما سوف يؤدي إلى تنامي الإرهاب، والمستفيد منه هو ما يسمى بتنظيم الدولة كما حدث عام 2014، ما سبب ظهور الإرهاب في صبراتة ودرنة. وقالت إن من أخرج الإرهاب منها هم الثوار وبمساعدة خجولة من أمريكا في سرت. وعند حديثها عن سرايا الدفاع قالت إنهم أبناء بنغازي الراغبون في العودة إلى مساكنهم، وهم يحملون منهجا ضد داعش ومدعومين من أهم المناطق التي تقاوم الإرهاب وهي مصراتة وطرابلس. أما عمن يقاتل حفتر في بنغازي ليسوا إرهابيين كما يقول حفتر، تقول جونز. وتضيف جونز بأن من وصفتهم بالإرهابيين قد انسحبوا من بنغازي بصفقة عقدها معهم أحد أهم أتباع حفتر، ووصفت مجلس شورى بنغازي بأنهم شباب لا يتعاطون السياسة ولا يحملون فكرا متطرفا، في حين صنفت مقاتلي حفتر بأنهم من تيارات فكرية دينية وتوجه ديني من خارج البلاد، وهو ما يعرف بالمداخلة. وعند نهاية حديثها تساءلت عمن أوصل داعش إلى سرت وساعدهم في قطع مسافة كبيرة في شرق ليبيا تقع تحت سيطرة حفتر في وقت جاهرت فيه سرت بمبايعة البغدادي بعكس ما كان يحدث في صبراتة أو درنة. وفي ختام حديثها قالت إن الحل في ليبيا سلمي بحوار كل الليبيين وعبر سحب الأسلحة الثقيلة، وصفة أن حفتر جزء من المشكلة، وزاد المشهد تعقيدا حيث إنه بعد 3 سنوات لم يسيطر فيها إلا على 12% من الأرض، مضيفة أن حكومة السراج لم تقدم حلا للليبيين وعلى الثوار إيجاد حكومة أخرى، والليبيين لا يطلبون منا الحرب معهم بل مساعدتهم لإيجاد حلول سلمية. هذا ما قالته السفيرة الأمريكية، وهو ما ينكره مجرم الحرب حفتر وأتباع البرلمان المنحل لأكثر من 3 سنوات عبر حرب خلفت أكثر من 10,000 قتيل و20,000 جريح، ناهيك عن خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات. أظهرت وثيقة بأن فتح المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة البعثة الأممية رصد وديعة بقيمة 3,068,000 يورو في حساب جرحى ميليشيات الكرامة بتونس. ما يعرف بمدير مكتب جرحى ميليشيات الكرامة بتونس في خطاب رسمي لمدير عام إدارة شؤون علاج الجرحى أشار فيه إلى وصول وديعة لحساب الجرحى بتاريخ 13 يناير لعام 2017 عن طريق نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فتح المجبري.
لم يخيب الرئاسي المقترح أي آمال عقدت عليه من قبل الليبيين في حل الأزمات، وانتهت بدخوله للعاصمة معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وغياب السيولة. لم يعهد الليبيون حرية كالتي عهدوها بعد فبراير، لدرجة جعلت الحاجة لدليل لإقامة الحجة على الخصم أمرا غير ضروري. فليبيا حرة. التيار الإسلامي كان له النصيب الأكبر من هذه الحرية، وأصبح ذمه وطعنه سمة للوطنيين الذين يخافون على مصير الدولة وأموالها وهيبتها وسيادتها. وكان الإسلاميون ولا يزالون سببا في ضياع الكثير من أموال الدولة، متمثلة في بيع النفط بلا عددات بحسب الأيمان المغلظة والتي أقسمها العيضة والجايد، ما دفع الرمز الوطني إبراهيم الجدران لإقفال الحقول والموانئ النفطية، وبالتالي الحفاظ على 160 مليار دولار من أموال الليبيين والتي تم إخفاؤها عنهم إلى حين استتباب الأمن وقيام الدولة، ومن ثم توزع عليهم بالتساوي. تنوعت الأدوار التي يقوم بها المعادون للتيار الإسلامي، فقد حاربوا الظلاميين وحرروا بني غازي من شرهم وأراحوها من الاغتيالات التي كانت تستفحل فيها، ونجحوا في الإبقاء عليها داخل السجون السرية ومكبات القمامة فقط. ولم يقف الإسلاميون ومن يؤيدهم عند هذا الحد، فمزقوا النسيج الاجتماعي وحاربوا كل أنواع الاستتباب في البلاد، إلى أن جاء المنقذ الذي كان له فخر الأسر في تشاد كونه قائدا عسكريا فذا، وتمكن خلال مدة قصيرة بدأت قبل 3 سنوات ولم تنتهي إلى الآن من إصلاح ما أفسده الإسلاميون في بني غازي بالتحديد وليبيا بشكل عام. فاقتحم القائد الفذ المدينة وقام بإعمارها بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بل حتى بالطيران الأجنبي. ولم يرضى بطبيعة الحال الإسلاميون بهذه النهضة، ما قاد البعثة الأممية إلى فتح حوار بينهم وبين أعدائهم لتخطي هذه الصفحة الأليمة، حيث أن استقرار ليبيا هو أقصى أمان المجتمع الدولي. نتج عن هذا الحوار جسم آخر ساهم أيضاً في إصلاح ما أفسده الإسلاميون ومؤيدوهم، واختير لهذا المولود الجديد اسم الوفاق الوطني، قضى على المحسوبية فاستبعد كل مؤيدي النظام السابق واكتفى فقط بالمسؤولين فيه، خصوصا في الأجهزة الأمنية. ولم يمد يده على أموال الليبيين، بل صانها وسلمها لطرف محايد تمثل في المعارضة التشادية والعدل والمساواة لحين انتهاء الخلاف بين الليبيين، ويصبح بإمكانهم استلام مالهم دون مشاكل. وساهم هذا الجسم الجديد في ترسيخ معنى الكفاءات في تولي المناصب، فحرم ابن وابنة أمر الحرس الرئاسي من حصولهما على وظيفتين عسكريتين في سفارتين ليبيتين في الخارج، بالرغم من كونهما مدنيين ويستحقان المنصب. قال عضو مجلس النواب المنحل حمد البنداق إن لقاء مرتقبا سيجمع مجرم الحرب حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج في أبوظبي بدولة الإمارات. البنداق أشار في تصريح لا عبر راديو سبوتنيك إلى أن اللقاء الذي جمع عبد الرحمن السويحلي وعقيل صالح معتبرا إياه خطوة في طريق حل الأزمة حسب وصفه. يشار إلى أن مجرم الحرب حفتر كان قد رفض لقاء السراج منتصف فبراير الماضي أثناء تواجدهما في العاصمة المصرية. قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي إن عودة بعثة الأمم المتحدة للعمل في ليبيا عامل إيجابي مهم جدا بالنسبة إليهم. الوزيرة بينوتي في مقابلة مع صحيفة مساجيرو السبت أكدت على أن إيطاليا ستلعب دورا رئيسيا في أعمال الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرة إلى أن التعاون سيكون حتميا لكون الجنرال الإيطالي باولو سيرا والمستشار العسكري للبعثة على حد قولها. وأشارت الوزيرة الإيطالية إلى أن وكالتي الأمم المتحدة اللتين تتعاملان مع المهاجرين هما مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة، ويمكنهما استئناف أنشطتهما الإشرافية في مجال حقوق الإنسان على أساس الاتفاقية بين إيطاليا والرئاسي المقترح وفق زعمها.
هذا وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إنه يجب على المجتمع الدولي تحقيق الاستقرار في ليبيا على حد قوله. ألفانو في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية عقب زيارته للتورمينا بجزيرة صقلية السبت، أضاف أن ليبيا إذا استقرت فستتحقق لإيطاليا منفعة كبيرة وستجني فائدة فورية من ناحية تدفق المهاجرين وما يهدف إليه المجتمع الدولي. وأشار الوزير الإيطالي إلى أنهم قاموا حتى الآن بدفع فاتورة المهاجرين، وصفا هذا العمل بغير المكتمل من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا المضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر أن الوزير إبراهيم غندور خلال لقاء مع مارتن كوبلر أوضح أن السودان له هدفان استراتيجيان في ليبيا. أوضح الخضر في مؤتمر صحفي عقده مع كوبلر أن الهدفين الاستراتيجيين للسودان في ليبيا هما: الأول وجود مؤسسات قوية تحفظ وحدة أراضيها، والثاني ألا يقدم أي طرف في ليبيا لحركات التمرد في دارفور دعما أو إيواء يهدد الأمن القومي السوداني. وأشار الخضر إلى قدرة بلاده على تأمين الحدود مع ليبيا رغم مساحتها الكبيرة، وقال: استطاعت السودان أن تؤمن مساحات كبيرة وتحد من الهجرة غير الشرعية. كشف المتحدث باسم جامعة الدول العربية محمود عفيفي أن مبعوث الجامعة لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي قدم تقريرا مفصلا حول الاتصالات التي أجراها مؤخرا مع الأطراف الليبية. بحسب موقع الجامعة العربية الإلكتروني، فقد أوضح عفيفي أن مبعوث الجامعة إلى ليبيا التقى بالأمين العام أحمد أبو الغيط الذي يزور تونس وأطلعه على الموقف العام في ليبيا، وفي ذلك لقاءاته مع طرف خارجية وأخرى داخلية. وأشار المتحدث باسم الجامعة أن أبو الغيط أوصى الجمالي بالاستمرار في اتصالاته مع الأطراف الليبية، مؤكدا أن الجامعة العربية ستنخرط بقوة في التعامل مع الأزمة الليبية باعتبارها أزمة عربية بالأساس. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الأحد إن لروسيا دورا محوريا في تسوية الأزمة الليبية، لافتا إلى وجود تفاهم بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في البلاد. كوبلر في تصريحات لوكالة سبوتنيك أشار إلى أن دور روسيا سيكون بناء بشكل خاص، مضيفا أنها تتمتع بعلاقات جيدة في الشرق الأوسط ونحن نحتاج لدعم كل الدول من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، موضحا أثناء زيارته للسودان أن هناك تفاهما في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وخاصة بين الأعضاء الخمسة الدائمين والتي روسيا واحدة منها. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن عبد القادر التهامي أحد المتهمين الليبيين في قضية قتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر عين بجهاز المخابرات للشؤون الأمنية. وأشارت الجريدة في تقرير اليوم الأحد لأن عبد القادر التهامي أحد رجال القذافي عمل في السفارة الليبية بلندن وقت الاحتجاجات التي نظمت أمام مقر السفارة ومقتل الشرطية إيفون فليتشر. وأضافت ديلي ميل أن التهامي خبير أسلحة اتهم سابقا بتنفيذ اغتيالات سياسية لصالح نظام القذافي وخضع للاستجواب من قبل الشرطة البريطانية. كان المجلس الرئاسي المقترح قد أصدر قرارا يقضي بتكليف عبد القادر علي التهامي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية. كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن المهاجرين الأفارقة القادمين من دول نيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو قد أصبحوا يتدفقون إلى ليبيا باستخدام معابر جزائرية بدلا من اتخاذ طريق النيجر منذ بداية العام الجاري. المنظمة في تقرير لها أوضحت أن نسبة المهاجرين القادمين من هذه المعابر بلغت 21% بالنسبة للسنغاليين مقارنة بما نسبته 15% من العام الماضي، مشيرة إلى أن أعداد المهاجرين في ليبيا منذ ديسمبر العام الماضي إلى شهر مارس من العام الحالي بلغ أكثر من 380,000 مهاجر تركز معظمهم في مدن طرابلس ومصراتة وسبها. نشر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ صورا تظهر لحظة القبض على إحدى الناقلات التي استخدمت في تهريب الوقود قبالة ساحل زوارة. تم رصد السفينتين هذين
على مسافة حوالي 2 كيلومتر من الشط من الساحل، على منطقة قبالة منطقة اسمها سيدي سعيد غرب من زوارة. تعاملنا عمل منطقة عمل السفينتين هذني حوالي الساعة 9 صباحا بالاتصال عن طريق الفي اتش اف، وكانت راكبين عليه مجموعة حماية غادروها. كانت السفينتين هذني طاقمهم تركي وطاقم ثاني مختلط اوكراني علم اوكراني. طبعا رفضت مجموعة الحماية استنجت بمجموعة ثانية وتم اطلاق النار علينا من قبلهم. عاملناهم وفق قانون الاشتباك قواعد الاشتباك وغادر المنطقة. احنا خدينا خط سير مبتعدين عن الساحل، لحقونا المرة الثانية اشتبكنا معاهم وغادروا المنطقة على بعد حوالي 22 ميل من الساحل. استنجدوا بزورق، كان هو الزورق هذا. نشرتنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. في مدينة درنا مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية يقيم دورة في الخطابة. قصة ثورة. من أنتم؟ من أنتم؟ أفسد وطغى وتجبر، فثار الشعب على الطاغية وحلم بالحرية ويعد الإعلان الدستوري مجمدا. لكن الفئة الباغية ظلت باقية. لو لم يأتنا حفتر جاءنا الشيطان في ذلك الوقت لتحالفنا معه. تريد خلافة الطاغية في الزعامة وترفع خداعا راية الكرامة. نحن الشهداء لا ينسي شباب. فوقف لها الثوار كالصخر وسطروا بدمائهم آيات المجد والفخر، وكانوا لليبيا دوما الفخر. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. خلص تقرير ديوان المحاسبة لعام 16/2000 إلى ضعف أداء السلطات التنفيذية العليا للرئاسي المقترح وحكومته المفوضة وقصورها الواضح في إدارة الدولة. لم يكن العام 2016 بأفضل من سابقه من حيث استمرار تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي خلفت أضرارا جسيمة على مستوى الوطن والمواطن. ذلك ما يوصف به ديوان المحاسبة الحالة المتأزمة التي تعيشها الدولة الليبية ليقدم تقريره السنوي للعام المنصرم 2016 الذي يكشف نتائج المهام الرقابية للديوان والتي أجرى من خلالها فحصا وتقييما قد يسهم في تغيير وتصحيح السياسات المتعلقة بإدارة المال العام والتوزيع العادل للموارد. ديوان المحاسبة وفي تقريره عن العام المنقضي عكف على تقييم الوضع المالي للدولة وأداء الرئاسي المقترح وتقييم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة النقدية والاحتياطيات، كما ركز على تدني مستوى الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم
رغم توسع الإنفاق على كلا القطاعين. كما تناول التقرير ملفات الفساد المرحلة من العام السابق للتقرير والمتعلقة بالقضايا والتعويضات والاعتمادات المستندية والمرتبات. تقرير الديوان خلص إلى ضعف أداء السلطات التنفيذية العليا للرئاسي المقترح وحكومته المفوضة وقصورها الواضح في إدارة الدولة بسبب انعدام الخبرة في ظل غياب السلطة التشريعية وانعدام التواصل بين الأجهزة والمؤسسات المالية والتنفيذية في الدولة والتي انقسمت في ثلاث حكومات تتنازع السلطة، مما نتج عنه توسع في الإنفاق والتعيينات والتعاقدات وأضعف محاولات السيطرة والإصلاح والتعامل مع الأمر الواقع الذي نتج عن تصرفات تلك الحكومات وما يتبعها من مؤسسات مالية. ورغم محاولة ديوان المحاسبة سد جزء من الفراغ التشريعي الناتج عن غياب السلطة التشريعية إضافة إلى دوره المناط به، فإن ذلك قد أدخله في سجالات مع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المصرف المركزي في طرابلس. كانت سرعان ما تنهى في شكل انتقادات متبادلة على وسائل الأعلام وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية السبت إحباط محاولة تسلل ثلاثة مسلحين قادمين من ليبيا إلى حدودها الشرقية، حيث صادرت ما بحوزة من أسلحة وكميات من الذخيرة. وزارة الدفاع الجزائرية قالت في بيان لها أن العملية الأمنية نفذت بكمين بمنطقة تنخيمين قرب جانت الحدودية مع ليبيا، حيث تمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة اختراق للشريط الحدودي من طرف مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة أشخاص، وصادرت بندقية من نوع كلاشينكوف ومخزنين وكمية من الذخيرة ومواد غذائية. استنكر المجلس الأعلى لقبيلة أولاد الشيخ والفواتير استخدام اسم القبيلة في ظل ما تشهده البلاد من تجاذبات سياسية، مبديا استعداده لدعم أي جهود من شأن حل الأزمات الحالية في البلاد. وقال المجلس في بيان مصور أنه يدعم المؤسسات التي من شأنها حل الأزمات الحالية في البلاد، مضيفا أنه يرفض استخدام المنارة الأسمرية في أي صراعات سياسية، أن دور المنارة وتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. دعمنا لتفعيل المؤسسات التي من شأنها النهوض بالدولة وتحقيق العدل والأمان والاستقرار. 2. كما نعلن عن جاهزيتنا ودعمنا لأي جهود من شأنها حل. أعلن تجمع مكونات الزنتان في اجتماع له السبت تأكيده لجميع أهالي ورشفانة بعدم التواجد بمدينة الزنتان تحت أي ظرف ومهما اختلفت الأسباب. الاجتماع والذي حضره كل من المجلس البلدي والعسكري الزنتان إضافة للجنة الأزمة واللجنة الاجتماعية بالمدينة أرجعوا به سبب هذا القرار للاحتقان الذي تمر به المدينة نتيجة لممارسات من وصفوهم بالمجرمين. هذا وسبق أن طلب عسكري الزنتانة لمنطقة ورشفانة بوضع حد لمن وصفهم بالمجرمين وقطاع الطرق المتمركزين بمنطقة العزيزية. تفقد عميد جامعة سرت موسى محمد رفقة المسجل العام مصباح حواس آخر الترتيبات لعودة الدراسة واستقبال الطلاب بعد عامين من التوقف. وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بعودة الدراسة صالح سليمان في تصريح صحفي السبت أن الجولة شملت كلية التربية والقاعات الدراسية لكليات القانون والأداب والاقتصاد، حيث تابعوا آخر أعمال الصيانة بالقاعات الدراسية والتجهيزات لاستقبال الطلاب لتجديد القيد بالفصل الدراسي الجديد وإجراءات تسجيل الطلاب. من جهته قال رئيس جامعة سرت: حققنا وعودنا لأولياء الأمور أن الدراسة تبدأ يوم الثلاثاء في عدد من الكليات. أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة الأحد حملة مكثفة لرش المبيدات في الشوارع الرئيسية بمدينة سرت. وأوضح مصدر بفرع الشركة في سرت أن الحملة تهدف إلى القضاء على الحشرات التي انتشرت في المدينة جراء أعمال الاقتتال وانتشار الجثث وقت المعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. أشار المصدر أن الحملة ستستمر عدة أيام وتشمل الشوارع الرئيسية بالأحياء السكنية الأول والثالث وحي القصور وعمارات 600 وحدة سكنية.
حذر مدير شركة المياه والصرف الصحي بسبب باسم المبروك من حدوث كارثة صحية في المدينة بعد انفجار خط أنابيب الصرف الصحي بالمدينة الجمعة. وقال المبروك إن منظومة الصرف الصحي بمدينة سبها متهالكة، لافتا إلى أن مجهولين قاموا بإطفاء محرك المضخة المركزية لمياه الصرف الصحي. وأضاف أن أغلب شوارع منطقة المهدية بسبها غمرتها المياه بشكل كامل، مشيرا إلى أن الوضع خرج عن قدرات الشركة، واصفا إياه بالكارثي. أقامت جمعية سيد الشهداء بمدينة درنا دورة في الخطابة بإشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة لتأهيل كوادر جديدة في الخطابة لتوزع بعد ذلك على عدد من مساجد المدينة. وتتناول الدورة التي تستمر لعشرة أيام 4 جوانب أساسية، هي منهجية الخطيب ومكانة الواعظ والأصول العلمية في الخطابة وأصول اللغة في القرآن الكريم. وتعد هذه الدورة هي الأولى من نوعها والتي تقام بمسجد حمزة بن عبد المطلب بحي الساحل الشرقي. هي تجديد خطباء جدد في مدينة درنة، وهي تحت رعاية مكتب أوقاف درنة ومشرف عليها جمعية سيد الشهداء التابعة لمسجد حمزة. استقرت أسعار تداول العملة الأمريكية في السوق الموازية لحد عند 8 دنانير و530 درهما بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها هذا الشهر، ووصلت بالدولار الأمريكي لتخطي حاجز 10 دنانير للدولار الواحد. أما اليورو فقد تم تداوله عند مستوى 9 دنانير و130 درهما، كما سجل الجنيه الاسترليني 10 دنانير و780 درهم. يشار إلى أن الدينار الليبي يتعرض إلى ضغوط بيعية أدت إلى هبوط قياسي في قيمته، أرجعه خبراء إلى أسباب تعود إلى محدودية موارد الدولة من القطع الأجنبي، متزامنا مع سياسات مالية ونقدية يشوبها الكثير من الاضطراب المرتبط بالانقسام السياسي وغياب الأمن وانحسار الصادرات النفطية. وصف الباحث بجامعة كامبريدج جيسون باك الأزمة الاقتصادية في ليبيا بأنها الأسوأ من نوعها، ودعا إلى تخفيض قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي مع توفير العملة الأجنبية في المصارف كإجراء مؤقت وسريع لحل أزمة شح السيولة النقدية في المصارف. وأضاف جيسون باك الذي يتولى الإدارة التنفيذية للجمعية الأمريكية الليبية للأعمال في مقالة لها على موقع ليبيا هيرالد أن تخفيض قيمة العملة لن يحل المشكلة، لكنه يمنح وقتا لإدارة الأزمة لإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي والعملة المحلية ومراقبة الإنفاق الحكومي وخفض الدعم وجهود حل الجمود السياسي الحالي. تم نشر مشاهدينا تذكير بأبرز ما ورد فيها. المسؤول العسكري بشورى بنغازي يؤكد أن ما يقوم به المجلس ضد مجرم الحرب حفتر وجهاد ضد طاغية وعدو صائل. أضرار مادية في منطقة الفتايح أثر قصف طيران ميليشيات ما يعرف بعملية الكرمة. صحيفة العربي الجديد تكشف عن مطالبات أمريكية بأداء دور أوسع لمصر في ليبيا. كما تابعتم معنا في مدينة درنا مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية يقيم دورة في الخطبة. شكرا لكم مشاهدينا على طيب وحسن المتابعة، حتى نلقاكم في موعد إخباري لاحق، تصبحون على خير.